دايما لما بتمر علينا ايام ذكرى نصر اكتوبر اكيد كلنا بنسترجع البيانات العسكريه اللي كان الشعب كله بيلتف حوالين الراديو عشان يتابع اللي بيحصل على الضفه وبطولات رجال القوات المسلحه. والحقيقه طبعا ما حدش يقدر ينسى البيان اللي اتقال فيه نجحت قواتنا الباسله في اقتحام قناه السويس في قطاعات عديده واستولت على نقاط العدو القويه بها وتمكنت من رفع علم مصر على الضفه الشرقيه للقناه. تعالوا نفتكر مع بعض اول البيانات العسكريه اللي اتذاعت في حرب اكتوبر. في حياة الأمم أيام خالدة يستعيدها أبناء الوطن لتحيا بفخرها أيامه ولياليه، ويعتبر نصر أكتوبر أعظم نصر في العصر الحديث، لذلك نستعيد ذكريات الحرب بأول البيانات العسكرية. حيث أصدرت القوات المسلحة المصرية يوم 6 أكتوبر عام 1973 ميلادية الموافق 10 من شهر رمضان عام 1393 هجرية عدداً من البيانات، بلغ عددها 8 بيانات من أصل 64 بياناً على مدار شهر أكتوبر من نفس العام. وفي الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة نروي قصة البيانات 8 لأول أيام حرب أكتوبر. البيان رقم 1 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6 أكتوبر 1973 ساعة 14:10 بسم الله الرحمن الرحيم، قام العدو الساعة 1:30 بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حالياً بالتصدي للقوات المغيرة. هنا القاهرة. البيان رقم 2 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6 أكتوبر 1973 ساعة 14:25 بسم الله الرحمن الرحيم، رداً على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا، تقوم حالياً بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة. هنا القاهرة. البيان رقم 3 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6 أكتوبر 1973 ساعة 15:02 بسم الله الرحمن الرحيم، إلحاقاً للبيان رقم 2 نفذت قواتنا الجوية مهاماً بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة، عاد طائرة واحدة. هنا القاهرة. البيان رقم 4 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6 أكتوبر 1973 ساعة 15:07 بسم الله الرحمن الرحيم، حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية، ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها، وما زال الاشتباك مستمراً. هنا القاهرة. البيان رقم 5 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6/10/73 ساعة 16 بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا الباسلة في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو القوية بها وتمكنت من رفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها وحققت نجاحاً مماثلاً في قطاعات مختلفة.
هنا القاهرة. البيان رقم 6 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 16/73 ساعة 16:40. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس، قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة، فتصدت لها مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير 11 طائرة للعدو، وفقدت قواتنا 10 طائرات في هذه المعارك. هنا القاهرة. البيان رقم 7 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6/73 ساعة 19:30. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حالياً قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وأصابتها إصابات مباشرة. البيان رقم 8 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة التاريخ 6/73 ساعة 00:37. بسم الله الرحمن الرحيم. قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة.